أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال حول وصول المأموم إلى ركوع الإمام. الجواب: المأموم إذا كبر والإمام كان في الركوع، تارة لم يذهب لم يركع المأموم والإمام رفع رأسه، فلا يحتاج إلى نية جديدة لأنه نوى جماعة، لأنه لم يصل إلى الركوع فلا يحسب له ركعة. فالدليل أنه إذا وصل إلى الركعة إلى الركوع يدرك الركعة، فإنه يتمكن أن يتم صلاته فرادى أو يصبر حتى إذا قام الإمام في الركعة الثانية فيحسب له الركعة الأولى. تارة الإمام المأموم يكبر ويذهب إلى الركوع، فمع هوي المأموم إلى الركوع والإمام يرفع رأسه من الركوع فلا يدرك ركوعه حقيقة. وهذا الركوع الصحيح، الركعة الصحيحة، السؤال: هل يمكن أن يقطع في حين الصلاة؟ الجواب: لا، لا يجوز له قطع. لأن المشهور يقولون لا يجوز قطع الصلاة الواجب. السؤال: هل يمكن أن يبدل نية الواجب إلى النافلة؟ الجواب: لا، لا يمكن ذلك إلا إذا فهم فهم عدم الخصوصية، وإلا فإنه قد نوى الواجب، فكيف يمكن له أن يعدل إلى النافلة والمستحب وهو في موارد خاصة فقط؟ وبناء على المشهور إبطال الصلاة الواجبة لا يجوز. ببنيش أجر أنين بوجزوج وخين حق أصلا فسخ داره. السؤال: طلاق نيس، أجر زوج قادر أصلا نيس مطلقا وحتى يجبارم قادر نبوده. السؤال حول تعلق المهر، لأنه طلاق اسمش نيس، إذا عقد رجل على امرأة ولكن لم يمكن له قدرة القدرة الرجولية والدخول، فما حكم الطلاق والمهر؟ الجواب: إذا لم يكن له أصلا القدرة على الدخول والقدرة الرجولية فلا يحتاج إلى الطلاق، ولها حق الفسخ من دون عدة حتى. أما مبحث المهر فلا مهر لها أيضا، لأنه لم إذا فسخ فلا مهر. السؤال: إذا رأيت رسم امرأة أجنبية سواء أعرفها أو لا فما حكمه؟ الجواب: الرسم بمعنى الصورة، ولكنها ليست صورة حقيقية، ولكن رسم هذه الرسمة بنحو أنه مثلا يعرف الإنسان من هي سواء يعرفها أو مرأة أجنبية. البعض من الفقهاء فرقوا بين أن يعرفها ولا يعرفها، ولم أدري ما هو الوجه في ذلك. لما قالت الآية للمؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
ونظري أنا وبعض الفقهاء أيضا على أنه لا يختلف سواه هو الرسم أو الصورة أو النظر مباشرة إلى الأجنبية. وهذا فلا يجوز هذا الشيء. السؤال أن يوصف الإنسان أن يوصف الإنسان الوصف اللساني للأجنبية. الجواب المرحوم الشيخ في المكاسب في التشبيب يقول بأنها التوصيف يكون محرما، حيث إذا ذكر في التوصيف جمال هذه المرأة أو حسنها مثلا حسن هذه المرأة فيسمى تشبيبا وهو لا يجوز. فإذا كانت مثلا الرسم بأنه لا يختلف رسم هذه المرأة أو النظر إليها فلا يختلف الحكم ويقال بالحرمة، وإلا إذا كان بالنحو مثلا الرسم بنحو حيث لا يقال بأن هذه الصورة أو هذا الرسم لفلانة فإنه لا يشكل. ولم أدري ما هو الواجب في التفريق بين أن أعرف الأجنبية من هي أو لا أعرفها، حيث فرق البعض من الفقهاء الفرق بينهما وفصلوا في المسألة. السؤال حول الكساء اليماني الوارد في الحديث الشريف حديث كساء. الجواب الكساء بمعنى الفرش. مثلا الفرش الرقيق مثلا غير ذو السماكة فهو كساء يماني، مثلا أحد أهدى للنبي صلى الله عليه وآله أو مثلا وصل إلى النبي من بين الغنائم الحربية وأعطى النبي صلى الله عليه وآله هذا الكساء لفاطمة الزهراء. والفرش يعني الرقيق ليس ذو السماكة، مثلا حيث تغطى به النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بهذا الكساء. السؤال على أنه هل جبرائيل دخل إلى الجلسة بشكله وبصورته الواقعية؟ الجواب لم أرى مكانا بأنه مثلا ظهر بصورته الواقعية أو لا، ولكن الملائكة يكونون كالهواء فلا حجم لهم، الحجم المادي. فمثلا في هذا الفضاء الجلسة التي نحن جالسون بها 10,000 شخص لا يمكن اجتماعهم، ولكن ربما 10 ملايين ملائكة يمكن أن يدخلوا هنا ويحضرون هذا المجلس. تشبيب بمناسبة همين را ذكر دارن ذكر فرمودن تو ذهنم 5 تا 6 تا وجهم ذكر میکنن که با هم دلالت داره بر اینکه ریبه. السؤال من كان يقصد أن الزواج الواقعي فلرضاية تلك المرأة إذا تكلم معها بالإحساس والعواطف هل يجوز له؟ الجواب مسألة الظاهر لا يجوز. الشيخ المرحوم الشيخ في مسألة التشبيب
له هذا المثل أيضا تعارض هناك. ويذكر هناك بعض الوجوه على أن مثلا يأتي الإنسان بشيء يكون سببا مثلا للريبة، وهذه الأمور عادة ما يحصل منها الريبة، مثلا يثار الرجل أو يقول الرجل بكلمة تثار المرأة. السؤال: بعض المهور التي تذكر مثلا ب 500 قطعة ذهب أو أقل أو أكثر أو هذه المقادير، ولكن في الحقيقة لا يمكن دفعها. يشكل هذا الشيء في أصل العقد؟ الجواب: لا يشكل في أصل العقد الدائم. حتى في العقد الدائم إذا لم يذكر المهر فلا يفسد العقد. المهر ليس ركنا في العقد الدائم، في المؤقت نعم، في العقد الدائم المهر لا يكون ركنا. فإذا كان القرار على أن مثلا يكون هو القرار مثلا فلان مقدار من الذهب أو المال مثلا، فلا أشكال فيه. أما إذا لم يكن القرار على ذكر شيء، العقد يكون عقد دائم يكون صحيحا، ولكن المهر يكون مهره المثل. ما اگه عقد صحيح بوده که صحيحه، اگه صحيح نبوده دوباره میخونه، لازم نیست. السؤال: في العقد المؤقت إذا لم يذكر المهر فما حكم؟ البعض قالوا بالبطلان. صحيح نبوده دوباره میخونه، اگه صحيح بوده که این دوباره خوندن یه تأكيديه. والاحتياط: إذا لم يذكر المهر أن يذكر من الأول العقد، والإمام قال عليه السلام قال هو أضر عليك إذا لم يذكر العقد من جديد. السؤال: بعض العوائل ذهب مثلا الرجل إلى بعض الدول الأخرى ولم يعطي النفقة للزوجة، مثلا سنوات مديدة، 7 سنوات، 8 سنوات، تركوا الزوجة والعائلة، سواء كانت مع الرجل مع الطفل أو من دون طفل، هل لها حكم مثلا أو لا لأجل عدم النفقة أن يطلق الإنسان أو له حكم؟ الجواب: جماعة من الفقهاء قالوا بأنه إذا لم يعطى النفقة أو لم يصل إليها النفقة ولم يكن ذلك من تقصير المرأة، وأما إن لم يكن من سوء تصرف المرأة فعليها لها حق الطلاق. وأما إذا مثلا لم يعطها شيئا ولا تتمكن المرأة من أن تصل مثلا هذه المدة المديدة، فقال جماعة من الفقهاء، منهم صاحب العروة، منهم كاشف الغطاء، منهم المرحوم الأخ، قالوا لها حق الطلاق إذا لم تتمكن من أن تصبر.
ولكن تحتاج إلى إذن من حاكم الشارع. عليكم السلام. شلون؟ إيه. إيه. اي اي حكم الجبيرة، حكم يعني خليفة قماش فتشي عليه. اي هذا جبيرة، جبيرة. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. مشكور مشكور. نعم. شوفوا الآيات القرآنية الكريمة ظواهرها حجة، إذا الظهور ما كان إجمال كان مجمل كان نحتاج إلى تفسير الأئمة عليهم السلام أو القرائن الخارجية. من القرائن الخارجية ومن التفاسير يستفاد الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات. هذا مو حكم وضعي. رسول الله، الإمام الحسن، الإمام الجواد، صلوات الأنبياء، على كل هذا قضية خارجية. يعني عادة الطيب يدور زوجة طيبة، والمرأة تدور زوج إذا هي طيبة طيب، والخبيث الشكل. يعني بيان واقع خارجي، لا حكم شرعي تكليفي ولا حكم وضعي، ما إلى الظهور. مجمل مجمل. وحتى الكلمة لا ينبغي ماكو. الإمام الجواد عمل ما لا ينبغي، رسول الله عمل ما لا ينبغي، الإمام الحسن المستوى صلوات الله عليه. لا حتى أنا وأنت، أنا وجنابك، هل يجب أن نعمل هكذا؟ هل ينبغي؟ لا لا ينبغي. حتى مجمل هذا، يعني بما هي الآية مجملة، أما من القرائن الخارجية وعدم الظهور لا في الحكم التكليفي ولا في الحكم الوضعي يدل على أنه فتح قضية خارجية على الإصطلاح العلمي، لا قضية حقيقية كحكم شرعي ولا قضية حقيقية كحكم وضعي. يعني وهكذا الآيات تسير على منهج مجمل من الآيات. إذا مجمل مجمل بعشان تسوي. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول عن القرآن الكريم أنه أكو آيات هناك مجملة، يعني مو واضح شنو المقصود. والقرآن الكريم هو قال بأنه بعض الآيات شنو وأخرى متشابهات وأخرى متشابهات. نعم سيدنا نعم. من الروايات ومن أخبار الآحاد لا تفيد
السند وضعف السند لا تنهض عند بعض الناس. هذا لا، أنا هذا الرأي لا أتقبله، ولكن هذا الاعتراض موجود. شنو رأيك؟ شوفوا المرحوم الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل في أوائله في بحث العلم، هناك يقول العقائد يجب، أصول العقائد متوابعة، يجب العلم بها، يجب العلم بها ولو عن تقليد، مو لازم إلا استدلال. هذا الشيخ يقول له ولا بأس به الكلام. القرآن الكريم يقول فاعلم أنه لا إله إلا هو. علم يحتاج في العقائد، مسلم هذا، إجماعهم أكو إشكال ما بيه. أما هذا العلم يجب أن يكون عن استدلال، جماعة قالوا ذلك مثل العلامة الحلي، نصر الدين الطوسي، غيرهم. أما هل يجب؟ الشيخ الأنصاري وجماعة قالوا لا، إذا علم أكو ولو عن تقليد يكفي. أي ما يفيد، مو كافي الظن، الظن لا يكفي. أما إذا حصل العلم، شخص حصل له علم، أي لا، جماعة الفقهاء قالوا العلم عن تقليد ما يفيد، لازم علم عن اجتهاد، قناعة، قناعة عن دليل، كما يقول نصير الدين الطوسي ويقول العلامة الحلي وغيرهم. السؤال، الشيخ يقول بأنه قطع القطاع حجة لنفسه، فإذا حصل قطع القطاع لأنه فلان مهدور الدم، فهل يكون حجة بالنسبة له ويقتل مثلا فلانا؟ الجواب لا، لنفسه، بمعنى أنه يجري الأحكام لنفسه. كان مثلا إذا قطع بأنه هذا الآن وقته مثلا دخل شهر رمضان فيجب عليه أن يصوم، أو مثلا إذا قطع بأنه الآن حان وقت الصلاة فعليه، تجب عليه الصلاة ودخول وقت الصلاة. وهناك شخصان مخالفان لهذا، الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير، وثانيهما ابنه الشيخ حسن، ابنه الصغير الشيخ حسن. المرحوم الشيخ جعفر وابنه الشيخ حسن كاشف الغطاء، وله هذا الولد شرح لمقدمة كتاب كشف الغطاء، يقولون الأب والابن بأن قطع الغطاء لا يكون حجة. وأنا نظرت على أن هذا الكلام ليس واضحا، فصبنا لكلام الحكيم عن البطلان، لأن هؤلاء كانوا من الفقهاء، فنظرهم بأنه قطع القطاع الذي ليس متوجها بأنه قطاعا فلا يكون حجة، إذا كان غير متوجه فقطعه يكون حجة، أما إذا كان ملتفتا فبالنسبة إليه لا يكون حجة. شون فقها هستن و شیخ حسن یک شرحی بر مقدمه کتاب شیخ جعفر کاشف الغطا داره، در همین جا اونم قائله، میگه قطع قطع حجت نیست، فقط من دیدم این فرمایش روشن نیست، باید برای اینکه صونن لکلام الحکیم عن البطلان، اینا فقها بودن، بگیم قطاعی که متوجه هست که خودش قطاعه، اگه متوجه بود قطاعه، یعنی متوجه که غیر متعارفه، عیبی نداره، وقت میگیم قطعش حجت نیست. اما قطاعی که متوجه نیست که خودش قطاعه، چرا؟ قطعه دیگه گیری نداره.
السؤال: من قتل شخصا خطأ أو عمدا مثلا، فهل يمكن له أن يكون فيما بعد إمام جماعتين وكان مذنبا في القضية؟ الجواب: إذا تاب فنعم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فإذا حصل له العدالة لم يكن عادلا وتاب والآن هو عادل، فما الإشكال المانع وما المانع؟ فهناك دليل خاص بأن التوبة يوجب حكم العدالة، من تاب فهو كمن لا ذنب عليه. صلى الله على محمد وعلى الطاهر. السلام عليكم.